لأنهم مفطورون ومجبورون على العبادة وعلى الطاعة. ومع هذا قال الله فيهم ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك جزي جهنم. ملائكة مما يدل على غيرة الله عز وجل على توحيده وعلى حقه. قال في الملائكة ومن يقول منهم إني إله فذلك جزي جهنم. أذكركم بآية الأنعام عز وجل حينما ذكر الأنبياء مجموعة من المكابير تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء من ربك حكيم عليم ووهبنا إسحاق ويعقوب إلى أن عدد الأنبياء ثم قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة قبلها ذلك هدى الله يهدي به من يشاء عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهم أنبياء مما يدل على عظم التوحيد والخوف من الشرك والحرص على تحقيق التوحيد. بل حتى قال الله في الملائكة قال ومن يقل منهم حشاهم الملائكة عباد مكرمون ومعصومون وليسوا مكلفين أصلا لأنهم مفطورون ومجبورون على العبادة وعلى الطاعة. ومع هذا قال الله فيهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك جزي جهنم. ملائكة مما يدل على غيرة الله عز وجل على توحيده وعلى حقه. قال في الملائكة ومن يقل منهم إني إله فذلك جزي جهنم. حينما أيضا ذكر الله عز وجل أوصاف عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على هؤلاء وذكر أنهم يعني يقومون الليل ويبيتون سجدا وقياما وينفقون الأسر وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله معناهم وصفهم عباده سبحانه وتعالى وصف عبادتهم وصف يعني حسن عملهم ومع قال والذين لا يدعون مع الله الآخر. المقصود أن الحديث عن التوحيد والحديث عن الشرك ليس اتهاما لأحد وإنما هو حديث القرآن. كم من آية قيل فيها لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر وفي في في آيات كثيرة ادعوا ربك ولا تكونن من المشركين وحاشا أن نشرك وغير متهم. ومع هذا الله عز وجل يعني في تحذيره من الشرك خاطب حتى أنبياءه.